عشان نفهم أكثر موضوع الكراهية وكيف أنه مربوط مع العنف، أو كيف الكراهية تطور لأشكال ثانية من العنف اللي هو درجة قبل ما يصير فيه إبادة جماعية. وعشان نفهم الموضوع أكثر، في شيء اسمه هرم الكراهية واللي بيشرح درجات العنف المختلفة وكيف كل درجة بتأدي لحصول الدرجة اللي بعدها. يعني بمنتهى البساطة، وخلونا نأخذ مثال توضيحي يساعدنا على الشرح، مثلا مسكوتة رأس العبد واللي هون بالأردن كثير من الناس صارت تطلق اسمها على الناس استهزاء فيهم. هسه صار في ناس ينتبهوا انه هاي الكلمة فيها تمييز عنصري مؤذي لبعض الناس. ولو فكرنا نرجع لهرم الكراهية راح نلاقي انه التمييز بيجي بالنص، يعني درجتين قبل اخر مرحلة من الهرم واللي هي الإبادة. صح انه الموضوع ممكن يبين فيه كثير من المبالغة، ولكن هو على حياتنا ومجتمعنا كثير كبير ومؤلم. كثير مهم يكون في عندنا هذا الوعي والإدراك لحقيقة الأمور عشان نكون عارفين ايش قاعدين بنعمل. اما هرم الكراهية فهو بتكون من 5 مراحل متتالية، واللي هم ببلشوا بالمواقف المتحاملة، ثم الأفعال المتحاملة، ثم التمييز، ثم العنف، ثم الإبادة الجماعية. وكل مرحلة من هاي المراحل مليانة بالأفكار والأفعال والأقوال اللي بتحدد لنا وين إحنا في هذا الهرم.